بحالتنا يا عتاقنا ودي بهدل بحالتنا ودي قاتلنا وزد فجر منازلنا ويا عولانا بوابو هم عبده وعلوه يجي يزعل شنك الصف والوحده وكل احد منهم يبقى الظهر حقده والغل لولا عبد وابو وابو جميل يا ابو جميل يا ابو جميل أحنا يا سيدي انت عارف كيف نفعل هذا؟ ها؟ هذا الاتفاق ما هو الاتفاق؟ يا مالغي بس ترسع منه كبير المبنى هذا حتى المواد مواد هذا مستشفى كل هذا مستشفى؟ ها؟ ولا هون شلت كاترة معناته حقا ما جرها حتى هذا مستشفى حقون هو آه. هذا تبعنا بعالج المجاهدي وما قلتني ما نفعل هي ما ونبدأ أخطر لا عيني ما أسعب أخطر ثاني ما يجي أخطر ثانية هذا خلاص لا عيني ما يجي مزارة صار حمو كل مرة هو يتأخر ما جاء خل شو غاي هي ما رغي بيتأخر يوميا كل يوم وانت تتأخر علينا مشغول خلاص يعني مثل ما انت برادي دي مشغول سلموا أين أنت دعم انا مسكت وقت عجي ايوه يا عجي خلقه مسكته هلا تلا يا مالغي سكبت للمك انفلا تلا ثلاثة الف بيزاي رجع وبعد شهر ولا غماجة نمسك عبو مفتد مسكت واحد ثاني ايوه وفلا تلا ليش طلع واحد من جماعتنا من خبرة ابو زرقة قبل أبو انتبه وانت كون استاذي انتبه في هذه الحاجات بتحصل صورتكم قد بدأت وانا أنا عارف الله الله راجع معناكم هانا نسير رتب سوا ايوه مشروع كله حبي وجنود هاي تمام اسمع لي أما ايوه انا دانا قد جحاس ايوه ونسير رتب سوا صح ونفعل للدراب الدواعش هاي حالة ولي هانا ولي هانا عندك ولا ما في جحاس إذا ما قلت نكون يعني نرصد الأسامي حق التواعش في الحارة ورجع نحددهم بعدين نكون نهجم عليهم أيوه وبعدين نحددهم التواعش بعد ما نراقبهم نهجم على حكومة البيوت أيوه وانت ما عندك أنا ما عجبتني شهادة الوطة لا عجبتني ماشي نقتحمهم صح مسجل عندي تواعش لا واعش عاد شي اقول لها انا لا هول ما ضاش ما اشتيش اكل وحدي كذا بنجل عنده كل شيء يا ابو قاسم دريت وبعد ما شان هذا حين ابو نعمه مالي مسار 2015 امه ماشي هي ما والله هي 2014 شويه افهم كم بعدين حق الوال اي الوال يا هو مختلف في امريكا بابا انا صلى على رسول الله انت على هالسيئات المنحه تفهمنا سيئات ايوه جالسين تقاسموا واحنا نجي حسن قال هذا هدا يا معنى الزنبي شبحات وطقومات هدا ما معنى لا متراد انتو ماكم سيارات هدا وان ايوه وعني دماء شغيات ها ضروري يعني نفكر ما اشكي يا قبو وش اقول لك حاجه احنا ما نشيش اي واحد يرفع صوته ولا يتنفس تنفس بالطراء ضروري ان احنا نسجله ونصفي اكتب اسمه هو هذا ليش هو انت يا سيدي اكتب اسمه انا اقول انا من هون اها اذا اسمعوا كفيقه اسمعوا طلعينا اشتغلت بالعمل عندي راء انا هذا وهذا ضم زاي اه ايوه اشيكم بغليه يجون نفش الحارة كامل تمام الحارة الثلاث الحارة حقها الحارة وحق هذا وحقي الحارة حقيقي هلا عندي
تعال كل لا عندي تعال كل لا عندي مش معنا سيارة مطار بعدين مطار وانا اقف على سيدي تعال اسمع تخش معه ما بش مطار فوقال مطار حقا يا عايزين يسعجروا مطار الاثنائي يلا اطلقوا يلا ما بش معي ولا حاجة وذا كلنا أنا بس كل سيد ما بش معي ولا حاجة هذا أنا معي شكا شوعة معي شكا شوعة هلا غيره هو أنا صدق معي غربية شعبي تايتلو بيت واحد عشي شعبي هو أصلا وأنا بين أحتك وأنت عبشر ما أربع الله يلا تمام وغرب الصدق ما أنا عندي غرب الأشم وهذا تايتلو لها السيارة وعندك الدخير والسلاح سجل هذا العمارة لكننا جامع ما سجل جامع ولا هم بيصلوا فيه سجل يعني سجل الفطير إيمان أيوة قال سيدي نسجل أي مشتبه هذا المشتبه تمام كل مرة في الحرف يا بس النور ما اليوم تأخرت واصل أنا تأخر ما اليوم تأخرت الوقت المهم مشي من عوايدك عبدالله خرجت من البيت بعدها لقيت كيس وتنين مفجرة ايوه بعدها صرت فاضي ما في في كمامة انت هتقف الله أقوى أمنيات يا سيدي أمنية تعجبني الحس الأمني هذا يعجبني هذا مثلي حس أمني مثلي بعض الأحيان ايوه هذا حقه حارتي هذا حارتك يا سيدي هذا حارتي ايوه وهذا حق ابو نعمه حق ابو نعمه ايوه وهذا حق ابو صالح هذا بسجل الحال كله ايوه هم بيصلوا يا سيدي كلهم بيصلوا حلو لما علقت يا الله وين حق ايش حق ابو صالح هذاك اجري قال لك تفضلي اسد نص مشتبه هي ابدا عيشوف نص مشتبه يا ابو قاسم انا قلت تجرب شو بدل عندي تمام ايوه ها اسمعوا هذا ما هو دحين معايا شو بدل حق الثالثه الحاله ايش تبي دمك هذا شو قهري لما نمشط انت سمعه انا بدويت واي بس يكون ندخله اين الاغا ما عندك عاد ولا عندك اين الحين بعيد لأنها الغم كلها في البيت رجال على تقدر كمية بسيطة خلاص خلي الحل حلو طبعا احتاج معنا شوي كمية بسيطة يصير يبدأ على البيت البيت الأول اللي على الباب فيه الحاجة الدسمة فجرنا أبو والبيت اللي ما بشي إلا نصور إن فيها الغام وإن فيه متسجلات ونحن دخلنا وفتحنا تمام هذا أنت لك نعمة ولا أقول لكم اعطشل أي بيت نبدأ الدسم أي بيت ندخله ولا نفتحمه نصور ان في متسجلات ان في اسلحه وان احنا قبضنا في اسلحه وان احنا قبضنا في متسجلات عشان الناس لا يقولوا شو تحلل شو تحلنا تمام انت هيك يا ابو قاسم اقول لك حاجه يا ابو نعمان نلمي هذا
علشان يستنحوا الناس الثانية اللي يشوفونا اللي طحنا بيت هذا وزارة الحفاظ بيقوا مسافي صور في الغام يقول هذا داعش علشان ما حد يقول له فلاش مكتوب في الخطة لا يقول لي شو أنا عشان دين هذا بيت حاني خلون لي أنا بسر له بيت وانا هذا لا بلا قلبي الخيرة قلبي الخيرة لا درد حتى لا قوة قلبي الخيرة لا سن الصمة هذا ايش هذا أمو عاد في بيت من هنا أين بيت بسرته بس مش أنا داري حق من هو هل هو معانا أو ضدنا لكن أكيد أكيد إنه داعش خلق الباي بتحل بتضخ نفس حكم أنا سيدي الذي شغل داعش لحقك شغل داعش لا داعش شغل داعش إذا نبدأ به ما رأيكم أنت شغل الباي أيوة هاي فوق تمام أنا هذا ما بيزعل عليك وأنت ما سجلت ما سجلت 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 سجلتهم كلهم الناس سجلت 49 وهذا ما سجل 48 لا تصدقه وغر سجل 48 بس زيد بيتهم علشان زيد علي علشان على خي من مع بيت هذا سجل بيتكم ها بيت ابيش مع بيت عوضني يا سيد لا عوضك رجع عوضك الله يجرح ما سيد عوضك عوضك يا الله فاهم يا الموضوع الحين كيفه خلاص ابدا بمعنى تتوكل بالبيت هاي بيقول هذا الضخم الضخم فرش حلال كيف هو غبي دخلت انا ما ادري كنت شفته من الخارج اسرت من الطاقه شنو الطاقه اه بدي يخرب توكل على الله تعبه توكل توكل على بركه الله ها بس لا يدرش ابو صالح الله 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 والبيت ضيع حكي حكي لا
قدام معك هذا انا حقك يا حق سيد الله يرحمك سيدي حق سيدي ايا سيدك الله الله ما بتقام جو حق سيدي يا ابو حق سيدي هذا حقي حقي انا بلا كل حقي انا حقي لك على كل على كل شيء سيد على ما بتضحكوا على ما بتضحكوا شو اللي سرق بدخل ابي يدخل جرام بس بدهم دواحش وما اخطر عندي اللي فرحش من الهلقه بدخل على ابي في المساجد من كل ملعابين هم دواحش كذابي اخلاق ظلمه انت تارك ما انا ظلمه ما سرق الا انت وانت عرفت من انت يا سرق لا ما دخلت الهبيت على البيوت الثانيه ما انا مصالح يلا حتك بيننا حتك سرق خلاص هذا الرم خلاص من الكذب يا سيدي داعش يا ربي يا ناس يقولوا لابو وابو يفهمني انا اشتي يفهم قلب واحد يفهمني يا البلاد خرب يبهام الشعب من دي يقضى على القهرب وعاد يشتين فتك لجدة مريا رجل مان الذي سبب أبدو أكيد العولانة عاقل الحاري فهمني هم عبده وعلوه يجي يزعون شنك الصف والوحده وكل احد منهم يلقى الظهر حقده والغل ولا عبد وابو وابو يفهمني اشي واحد منهم يفهم